فالمال أيها الأحبة ليس كل صاحب مال سعيدة، ليس كل صاحب مال سعيدة. وأنتم تقرؤون آيات القرآن التي قص الله فيها علينا قصة قارون الذي انشغل الناس بملكه وسلطانه، ومع ذلك لما ذكر بالله ما تذكر. اتق الله ورد الفضل إلى الله جل وعلا، واعلم بأن ما أنت فيه من نعمة إنما هو بفضل الله جل وعلا عليك. فرد قارون باستعلاء وكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الإدارة. هذه الكلمة التي يرددها أصحاب المال الآن إلا من رحم ربك. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولعل البعض من حضراتكم قد تابع قصة أغنى امرأة في العالم، فتاة في العشرين من عمرها، إنها كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس. لما توفي أو هلك أبوها ورثت هذه الفتاة مع زوجة أبيها هذه التركة الضخمة الضخمة، المليارات، الأساطيل، الشركات. وتزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني عاشت معه فترة قصيرة فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي شيوعي. فتعجب الصحفيون في حفل زفافها وقال لها صحفي: كيف تلتقي قمة الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت الفتاة بصدق ووضوح: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه وطلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل فرنسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: هل أنت أغنى امرأة؟ فقالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فليس كل صاحب مال سعيدا أيها الأحباب، والله لن يذوق طعم السعادة إلا رجل من الله عليه بالمال، فعرف الغاية والوظيفة لهذا المال فأنفقه لله جل وعلا في الليل والنهار، اكتسبه من الحلال وأنفقه فيما يرضي الكبير المتعال. كنت ألقي محاضرة في المركز الإسلامي في لوس أنجلوس، ودخل علي أمريكي مع أخوين مسلمين وقطعا الأخوان محاضرة وقال لي: نريد أن تنطق هذا الأمريكي الشهادتين. قلت: الحمد لله، تقدم يا أخي. وقبل أن ينطق الشهادة قلت له: لماذا أتيت مسلما وأنت ترى واقع المسلمين لا يصر عدوا ولا حبيبا؟ فرد علي الأمريكي وقال: يا أخي أنا رجل ثري، أملك الشركات والأموال الطائلة، ومع ذلك أقول فكر في الانتحار أكثر من 10 مرات، يريد أن يتخلص من الحياة، لا يشعر الحياة بلذة ولا بذوق ولا بطعم. يقول: وعندي هذا الأخ، وأشار على موظف مع الأخوين اللذين جاء معه، هذا الأخ الموظف عندي في إحدى الشركات، ما من مرة أدخل عليه إلا وأراه مبتسما، نشيطا في عمله، أمينا في عمله، صادقا جادا. فاقترب منه هذا الأمريكي وقال: يا أخي ما من مرة أدخل عليك إلا وأرى السعادة تعلو وجهك، وأرى الجد والنشاط والحيوية، وأنا صاحب هذه الشركة لا أشعر بما تشعر به. فرد عليه هذا الأخ الذي كان مثالا للمسلمين: إذ أنني أعتقد من كثرة سفراتي لهذه البلاد أن المسلمين هم حجر العثرة في طريق التزام هؤلاء بالإسلام، لأن الأمريكية أو الغربية ينظر إلى كثير من المسلمين
تراهم قد انحرفوا عن منهج رب العالمين. هذا يشرب الخمر، وهذا يبيع الخنزير في محله، وهذا يعاقر الزنا. يقول: فما الفرق بيني وبينه؟ إذ لو كان المسلم مثالا حقيقيا لهذا الدين بأخلاقه وسلوكه لتغيرت هذه الصورة المقززة التي نقلت إلى الغرب والشرق عن الإسلام والملتزمين المسلمين. يقول: فرد علي هذا الأخ المسلم وقال لي: الحمد لله أنا أشعر بالسعادة لأنني مسلم. قال: وما معنى ذلك؟ وهل المسلم يشعر دوما بالسعادة؟ قال: نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا صحيحا في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى الصهيب يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرد الأمريكي وقال: فهل لو دخلت الدين الذي أنت عليه سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدخلني، دلني. فأمره بالاغتسال فاغتسل، وجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن الشهادة. ووالله يا إخوة، ما أن وقف الأمريكي ليردد خلفي كلمة الإيمان والتوحيد إلا وبكى بكاء هستيريا طويلا. فأراد الإخوة أن يسكتوه، فقلت لهم: دعوه. فلما أنهى بكاءه وجلس، قلت له: لماذا بكيت؟ فقال لي: أشعر الآن بشيء في صدري من الفرح ما شعرت به قبل الآن. قلت: صدق ربي إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنها نعمة شرح الصدر، إنها نعمة الهداية، لا يتذوق طعمها إلا من ذاقه وإلا من عرف. قالوا لنا: الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. الغرب مقبرة المبادئ، كلما رفعت يد أبدى لها السكينا. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قوم الزيتون. كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة كريمة. سينشرح صدرك، وسييسر الله جل وعلا أمرك، وستشعر بالراحة والطمأنينة وأنت في رحاب الله، وأنت في قرب من الله جل وعلا. إن أتيت الصلاة شعرت باللذة، إن قمت الليل شعرت باللذة، إن أكلت لقمة شعرت باللذة والسعادة. حقق الإيمان واحرص على العمل الصالح، وستسعد بهذه الدنيا، بل وستدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. إنها جنة القرب من الله، إنها جنة الطاعة لله، إنها جنة اللذة بالأنس مع الله جل جلاله. فأحرص على الإيمان وعلى العمل الصالح لتشعر بالسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة. عندنا في المنصورة في مصر يحدثني أستاذ جامعي ابتلاه الله بمرض في القلب، فسافر إلى بريطانيا لإجراء جراحة عاجلة. فلما قرر الأطباء الجراحة وظن أنه ربما يموت، قال: إن أمهلوني 3 أيام لأرجع إلى أهلي لألقي عليهم نظرة أخيرة ولأرتب بعض الأمور، فإن قدر الله علي الوفاة أكون مطمئنا. فعاد الرجل، وقبل أن يسافر بيوم إلى بريطانيا مرة أخرى لإجراء الجراحة، كان يجلس إلى جوار صديق له في مكتب، إلى جوار جزار، إلى جوار رجل يبيع اللحم. ولفت نظره امرأة كبيرة تلتقط العظم وبعض قطع اللحم النيء من على الأرض وتضع في سلة معها،
فتعجب الرجل وخرج ونادى على هذه الأم الكبيرة وقال ما تصنعين يا أمه؟ قالت والله يا بني لقد رزقني الله 5 من البنات ما ذاقوا طعم اللحم منذ عام تقريبا، فأنا أشبع لهم بعض هذه القطع. فبكى الرجل وتأسف ودخل على هذا الرجل وقال يا أخي هذه المرأة ستأتيك في كل أسبوع وأعطها من اللحم ما تريد. قالت لا أريد كيلو فقط. قال بل أعطها 2. وأخرج من جيبه مباشرة قيمة لحم لعام كامل مقدما. فبكت المرأة ولم تصدق ورفعت يديها تتضرع بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يسعد هذا الرجل وهو صاحب القلب المريض. والله يقول لي والله ما أن عدت إلى بيتي إلا وأنا أشعر بهمة ونشاط، حتى لو كلفوني هدم بيت لفعلت ذلك. يقول فلما دخلت قابلت ابنتي وقالت ما شاء الله يا أبتي، أرى حركتك وأرى نشاطك وجدتك، ما هذا؟ أرى وجهك تهلك. فقص عليها فبكت البنت وكانت صالحة ورفعت يديها إلى السماء لتدعو الله جل وعلا وتقول أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه المرأة وأولادها. واستجاب الملك وسافر الرجل بعد إصرار من أهله وهو الذي شعر بالتحسن الكامل. وأمام أطبائه في بريطانيا صرخ طبيبه الذي يعلم حالته وقال ما هذا؟ فنظر إليه أخونا وقال ما الذي حدث؟ من الذي بذل لك العلاج بهذه الصورة؟ عند أي الأطباء قد تعالجت وطلبت العلاج؟ فبكى الرجل بين يديه وقال تاجرت مع الله فشفاني الله جل وعلا. بين غمضة عين وانتباهاتها اعلم بأن الله على كل شيء قدير، والله ستسعد في الدنيا والآخرة إن قربت من الله وعرفت طريق الله وحققت الإيمان بالله وسرت على درب الحبيب رسول الله. هذا هو طريق السعادة يا شباب، هذا هو طريق السعادة يا أصحاب الأموال ويا أصحاب المناصب. لن تشعروا بالسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلكتم هذا الدرب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لتسعد بعد ذلك إن سلكت هذا الدرب سعادة حقيقية أبدية لا تشقى بعدها أبدا، في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار خالدين هم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذه هي السعادة، إنها دار السعادة، ولن تدخل دار السعادة إلا إذا دخلتها في الدنيا فحققت الإيمان وسرت على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب الكريم، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أيها الأخيار، إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في ذهبها ولا في قصورها ولا في حريرها ولا في حورها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. قال جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. أيها الحبيب الكريم، هذا هو طريق السعادة، فداوم على هذا الدرب واحرص على السير على طريق محمد بن عبد الله، فوالله لن تشعر بسعادة في دنياك ولا بنجاة وفوز وفلاح في أخراك إلا إذا سلكت هذا الدرب وهذا الطريق. والله أسأل أن ييسر لي ولكم هذا الدرب وأن يثبتنا وإياكم عليه. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم يسرنا بفضلك.